قتل شاب فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي شمال طول كرم في الضفة الغربية، وأعلنت السلطات الأمنية الإسرائيلية إصابة جنديتين من مقاتلات حرس الحدود بجروح طفيفة في اشتباكات عنيفة اندلعت بين مئات الفلسطينيين وشرطة الحدود الإسرائيلية بالقرب من قلقيلية في الضفة الغربية، فيما أصيب ثلاثة متظاهرين بجروح إحداها بنيران حية على الكتف واثنتان من الرصاص المطاطية. وعزز الجيش الإسرائيلي قوته في الضفة الغربية بعد التوترات الأخيرة، ونشرت الشرطة الإسرائيلية قوات مضاعفة في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة بالقدس.